اليوم الغداء غدانا مرق لحم، هذا المرق عيش مشغول ولحم خضرة ولبن. زين أنا دائما أنوع بالغداء عشان أستفيد من العناصر الغذائية الموجودة في كل أصناف الأكل. الله يهدي بعض الرياضيين، نشوفهم دائما مثلا يلتزم في أكل معين، مثلا كل يوم عيش ودياي عيش ودياي عيش ودياي. إنزين لمتى؟ على بنا يحافظ عشان ينشف ما أدري شنو. أنت إنسان ما أنت آلة، نوع الأكل مالك لا تخاف، إلا إذا طبعا إذا عندك بطولة هالشيء ثاني. بس إذا ما عندك بطولة، إحنا مو كل قاعد أبو بالنادي عنده بطولة، بس لين يشوفون الكابتن اللي كان يدش بطولة يقول لهم إذا بتشف سوي كذي. زين أنا حق اللي عنده بطولة، أنت ما راح تدش بطولة. فنوع لا تخاف، أكل 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 صحيش حالاته، بس أهم شيء ركز على الكمية، سوي كتروب الكمية والأمر ينتهي إن شاء الله بخير.